ما في حل بقى، إما هزيمة نتنياهو أو هزيمة الإمام الخامنئي. وأنت بتعرف شو الجواب بهالحالة. في طرف في يحشد ملايين الناس بالأخير إذا المعركة كبرت. ملايين الناس بأي اتجاه؟ باتجاه المواجهة بالمنطقة. باتجاه المواجهة بالمنطقة كلها. كلها الإيراني، انتبه، الإيراني غير راغب في الحرب. وعنده عقيدة أن لا يصطدم بالأمريكيين، ولكن إذا أخذته على الحرب غير هارب من الحرب، لا يهرب من الحرب، يعني في فرق، بس ولكن غير راغب في الحرب، انتبه، يعني بس غير راغب بالحرب لأنه هو ما بده حرب. لا هو 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 ضمن الخاسر في الحرب. لا لا، هو ضمن عقيدته أصلا بيركز على تطور البلد، البلد محاصر، بيركز على تطوير صناعته، على الملف النووي السلمي تبعه، وما إلى، وبيعرف ما في يعمل حرب، هو بيعمله، ولكن إذا حشرته ما بيهرب من الحرب، أكيد ما بيهرب من الحرب. وعنده إمكانيات قارة، إيران إمبراطورية، يعني مختلفة عن 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 قدرة إسرائيل قدرتها. قادر الرئيس اليوم نبيه بري يحط الشروط اللي بده إياها على طاولة المفاوضات؟ حسب الأرض، حسب الأرض، ولكن الشباب بيلبوه على الأرض بعتقد هالكم يوم. هالكم يوم؟ إيه بيلبوه. هالكم شهر اللي جاي؟ لا بيلبوه هالكم يوم، بلشوا هني فلتوا. شو بك أنت، شو قصة بيت نتنياهو؟ شو هي تسلي يعني مثلا؟ أكثر محل محمي هذا. طيب إنه شو تشلي مثلا نتانيا تشلي؟ منا تشلي، ولكن عنده الحرص بك تفهمها. أنت جيت لعندي هلا، أنت إذا الحرب مفتوحة فيك شو توصل لعندي؟ نعم. بيتدمروا كل هالصورة اللي مرقتون والأنفاق اللي مرقتون يعني هن حريصين كمان ما يدمر الإسرائيلي كل شيء، لأن قادر يدمر كل شيء. يعني قادر هو يطلع بساعة يضرب لك المطار والمرفأ ويعمل حصار بري ويدمر لك الصورة وجسر البيدر والأنفاق، خلاص كيف الناس بتروح بتجي؟ كيف بتعود فيك تطعمي الناس؟ هيدي قادر يعني يعملها. ورقة الضغط الأقوى لم يستخدمها الإسرائيلي بعد، لا الإسرائيلي ولا الحزب. تبي الحزب عنده بعد 3-4 أجيال بأسلحته ما استعملها ما كمان. وإمتى رح تبين إيادة الجديدة برأيك، إيادة حزب الله الجديدة؟ ما رح يكشفوا عنها هلا. لإمتى؟ لأسباب أمنية. شو الموعد اللي ضاربينه لحتى تبين؟ هلا شو بعرفني، يمكن بكره يطلع السيد ايش مثلا جمعه الجاي يحكي، شو بعرفني يعني. عرفت كيف يعني؟ يمكن بقول انا يعني بقول هيدي حرب مفاجآت، بتنام على شيء بتفيق على شيء، ما في حدا يتكهن فيها، واي حدا بديرها ما بيعطي سره لحدا، بس انا هيك عم بتكهن يعني.